هني عندي لحم مفروم. اليوم استخدمت لحم البقر اللي هو البيف. استخدموا لحمة شوي فيها تكون نسبة الدهون عالية، تقريبا 30% و 20% يكون ممتاز. وعندي بصل أبيض، عندي حبة بصل كبيرة بهالحجم، بس بشرتها، يعني بشرت البصل وعصرت البصل عشان يطلع منه الماي الزايد، ضروري نتخلص من الماي الزايد. عندي ماي ورد، مش ماي ورد، ماي عادي وزعفران، بس عشان نستخلص نكهة الزعفران، فتقريبا قفشتين كبار من الماي مع نص قفشة صغيرة زعفران. عندي بيضة، البيضة ضرورية عشان تمسك لي اللحم وما يطيح على الفحم مع الشواي أو وقت الطباخ. وعندي أكيد البهارات، عندي نص قفشة صغيرة من الكركم، وعندي نص قفشة صغيرة من الابزار المخلوط مالي، تلاقونه على أبليكيشن رفيق في الستور مالي. وشنو بعد عندي؟ ملح وفلفل أسود، أكيد فلفل أسود مطحون فرش أحلى. وعندي رشة بيكنج باودر، هاي اختياري، البيكنج باودر اختياري نفس ما قلت لكم. وحاسبه إذا بتحطونه لا تحطون إلا يعني براس القفشة، بس رشة بسيطة عشان ما تتفتت معاكم الكفتة. فهاي هي مكونات، ونبتدي بسم الله. الحين بنسوي الخلطة اللي بنتبل فيها اللحم المفروم. عندي كيلو لحم مفروم نفس ما قلت لكم. بنسوي الخلطة، حبة بصل مفروم ومعصور عشان نتخلص من الماي، وعندي نص قفشة صغيرة من الابزار المخلوط ونص قفشة صغيرة من الكركم، وعندي الملح، تقريبا بحط قفشة كبيرة، لكن الإيراني عادة يكون مالح ترى، فتحطون الملح، وبحط البيضة بسم الله، وبحط الزعفران مع ماي مع الماي، وبحط في النهاية الفلفل الأسود. الفلفل الأسود تقريبا نص قفشة صغيرة. الفلفل الأسود أنا أحب أطحنه فرش، وقلت لكم بحط تقريبا نص قفشة صغيرة لأن ما عندنا بزار وايد. ترى الوصفة الأصلية ما فيها بزار مخلوط، بس أنا ضفت من عندي لأن صراحة أحب أحط بزاري في كل شيء، البزار يعني بهارات مخلوطة، بس بهالشكل كفاية. تقدرون تحطونه في الخلاط بعد إذا حابين، عادي ما يأثر. بعد ما تأكدنا إن الخلطة مزجت عدل، آخر شيء بحط اللي هو البيكنج باودر. نبتدي نعجن، نلبس قفاز عشان الريحة ما تصبغ في يدكم. بس بتأكد انه يمزج وعقب ببتدي اعجن. اذا طلعت لكم قطع بصل عادي، بس تخلصون منها وتكملون الوصفة تخلطون. وانتو تعجنون بتلاحظون ان خلطة اللحم بتصير معاكم يابسة، او يعني بتصير صعب انكم تعجنونها شوي. كملوا عادي، لاحظوا شلون بتتلزق في يدكم، هالشي طبيعي. خلاص بهالشكل تعتبر الخلطة جاهزة.
فالمطاعم يطحنون العجينة مرتين فعشان يحصلون على خلطة ناعمة بهالشكل. بس الحين نقدر نشكل الخلطة على الأسياخ. بعطيكم سر، دائما حطوا في بالكم لما تستخدمون أعواد خشب، سواء الأعواد المتينة أو الضعيفة، يعني العريضة قصدي أو الضعيفة، دائما نقعوها في ماء، أما قبلها بليلة أو على الأقل نص ساعة إلى ساعة عشان ما تحترق معاكم وقت الطبخ. خلاص الحين ببتدي أشكل الكفتة أو الكوبدة. هني عندي ماء البصل احتفظت فيه عشان أشكل فيه اللحم، وتقدرون تستخدمون ماء عادي أكيد، بس أنا بحط ماء البصل. باخذ قطعة كمية لحم، يعني أنا ما بيسوي القطعة وايد كبيرة. بس بهالشكل نحط شوية ماي. بخصوص التشكيل، تاخذون العود بعد ما ينشف من الماي، يعني تطلعونه من الماي تخلونه دقيقتين شي وتستخدمونه. تاخذون كرة لحم وتشكلونه بهالشكل. طبعا تقدرون تستخدمون الأسياخ المعدن، الألمنيوم أو الستانلس ستيل إذا تفضلونها، وتشكلون بهالشكل. ترى مو سهل التشكيل، يعني لازم تأخذ يدكم على الموضوع. خلاص بعد ما شكلت الأسياخ كلها صار عندي 11 صيخ تقريبا من كيلو وبصلة، فتقدرون تسوونهم 12، أنا شوي سويتهم بهالحجم يعني. طبعا حاولوا تسوونهم كلهم نفس الحجم، بس أنا الصراحة يعني مو متعودة أشكل الكفتة، فواحدة ورا واحدة بتصير أضبط معاكم. لاحظوا شلون بهالشكل. تقدرون تستخدمون أعواد أسياخ حديد، بس تأكد انها تكون العريضة، لا تستخدمون العواد العادية الطويلة، استخدموا العريضة عشان ما تتقطع معاكم الكفتة. الحين بروح بجهز العيش. بخلي الكفتة في الثلاجة او في الفريزر عادي، بس مجرد 10 دقائق لين ما تتماسك، وبعدها نقدر نشويها وبهالشكل ما بتطيح معانا ان شاء الله على الفحم. الحين بنجهز العيش مع بعض، بس بنملح الماي. حطوا كمية كبيرة من الملح عشان العيش بيكون مشغول، فبنتخلص من الملح بعدين لما نغسل العيش. الحين بنزل العيش المنقوع ساعة، بس تغسلونه عدل وتنقعونه. طبعا الأكل الإيراني ما يحلى إلا بالسمنة والزرشك. هني عندي سمنة حارة، بحط عليها حبوب الزرشك على نار عالية، بس مجرد انها تتنفخ عندي حبات الزرشك. تحطون الحين شلون هالشكل. بنزل سكر تقريبا قفشة كبيرة على نصف كوب من الزرشك، وبحركهم مع بعض. بس مجرد يتغير لون الزرشك شوي بضيف عندي منقوع ماء الورد والزعفران. بسم الله. بضيف في النهاية كمية من العيش عشان ياخذ لون معانا ويستوي أصفر، نكهة الزرشك والزعفران. تقريبا باخذ ربع كمية.
الأمانة حق أفضل نتيجة المفروض تسوون الكباب على الفحم، بس تقدرون تستخدمون بعد الشواية العادية مع شوية سمنة عشان ما يتلزق معاك. خلاص الحين نبتدي نشوي الكباب من الثلاجة على طول على النار بهالشكل. بسم الله عشان ما تطيح. نقلب عشان تستوي معانا من كل الجهات عدل، عشان تشوفون هذا ما تثبت. بس بدي توصل لكم ريحة الكباب أو الكفتة، لأن ما شاء الله صدق الريحة عجيبة، ريحة الزعفران على ريحة البهارات شيء عجيب. هذه شوي احترقت بس عادي مو مشكلة. طبعا لازم تستمرون في التحريك أو التقليب نفس ما قلت لكم، تخفون عليهم. هالشكل الطبق جاهز وعليكم بألف عافية. عندي العيش بالزعفران مع الزرشك، وعندي الكفتة أو الكوبيدة، وبس هاي هي وصفة اليوم. عليكم بألف عافية، جربوها وعطوني رأيكم. أهم شيء لا تطبخون اللحم وايد عشان ما ينشف معاكم.